barasaabka gobolka saraar mudane axmed maxamed xaashi iyo maayirka degmada oog ayaa ka qayb galay munaasabad ballaaran oo loo qabtay arday ka qalin jabisay madaariska alfurqaan oo ku yaala gudaha degmada oogo kuwaasoo xifdiyey qur-aanka kariimka iyo culumta kalam diiniga munaasabaddan oo ahayd mid si weyn loo soo gaasimay ugu horeynba halkaasi waxaa ka hadlay maamulaha madarisada alfurqaan iyo qaar ka mid a waxgaradka deegaankaasi iyagoo ka xog warramay marxaladii kala duwana oo soo maray madaariskan الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد إن شاء الله ما العمد مدرسة الفرقان وحي فرن وحال فري لابد يكون يسديتي بشي طبنات بحال فري أنت ويسو شقين يسي سديت دفع دو ضياك بحدي arda maaragtay tiradeeda ay gaarayso 142 quraanku way ka dhameysay markii la isku soo koobo ardadana alxamdulilah rag fara badan oo macalimiina ayaa ka mid a rag fara badan oma jaamacada dhigta ayaa ka mid a in fara badan aniyo macalin kale ayaa markii hore kusoo dadaalnay macalin cali la yidhaahdo ilaahay subxaanahu watacaala baynu ugu xamdinaynaa dadka reer oog sharafta badan oo maaragtay ahlukaramkana maaragtay way nala dadaaleen waalidiinta ilaahay anaga subxaanahu watacaala waa nagu garab galay haddee sidaa ay tahayna insha allahu dadaalkeedinaan sii kordhino ayaanu doonaynaa xaaladda waa sidaa adduunka maaragtay waa laga tegayaa aakhiradaa daran insha allahu inta cumriga ka hadhay inaan maaragtay u khidmayno shacabka muslimka soomaalida dhammaan meel ay joogaan bayaan insha allahu taragalkaygu yahay ilaahayna waa u mahad celinaynaa marta sharafka gobollada sool iyo maaragtay meesha leh burco caynaba wadaamago marta sharafka ka yimidna waan u mahad celinaynaa sharaf allah siiyo allah karaamayo ardadana waa u ducaynaynaa meel kastoo ay joogaan ilaahay subxaanahu watacaala diinta ku sugo anagana ilaahay subxaanahu watacaala hanagu sugo assalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu a'uudu billaahi min ashaydaani rajiim bismi illaahi araxmaani araxiim يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منا وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ثم الصلاة والسلام ما ناح في دوح حمام على الرسول العربي وآله وصحبه ومن تلا من حزبه سبيله في حبه
على ممر الحقب وبعد، فأريد أن أوجه أبياتا من قيمة حافظ القرآن. قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيا كالنجوم تألقا. الله أكبر، يا لها من نعمة لما يقال اقرأ فرتل وارتقى. وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فبه الفؤاد تعلقا. وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترغرقا. هذه صفات الحافظين كتابه حقا، فكن بصفاته متخلقا. يا حافظ القرآن رتل آيه فالكل أنصت للتلاوة مضرقا. يا حافظ القرآن لست بحافظ حتى تكون لما حفظت مطبقا. يا حافظ القرآن لست بحافظ حتى تكون لما حفظت مطبقا. يا أمة القرآن حبل نجاتنا فتمسكي بعراه كي لا نغرقا. في سبقيه غدا هلا عناركم ادعي حقائق ادقي سواعا وحان كلو يري دونا أرضي كلو إنو آخرين دونا حديث آدو قيمة بدن عبد الرزاق أحمد فارح. الله وبركاته. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إنها ستكون فتن، فقلت: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله، هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تسيق به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة رد، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى الصراط المستقيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من أنت؟ أنا العلم. ومن أنت؟ أنا الجهل. أنت جهل، ألا ترى أنك حتى لا تستطيع الكلام؟ اسكت ولا تول عني سوى الكلام. ألا تعرف من أنا؟ أنا ضيعت الكثيرين في الأوهام وما لا يفيدهم. ألم أقل لك أنك تعيش في عالم الهذيان؟ أنت من زمن الجهال وأنا أعيش في زمن العقال. سأفتح باب علمي وأصون لهم بيتي وأعلمهم الكلام. ألم تسمع عن العلم ماذا قال؟ بالدين والعلم تعلو راية الأمم ويرتقي شأنها في عالم القيم. فالدين نص إذا طبقته قطعت لك البرية من عرب ومن عجم. كل الضلالات أقدام ومنهجنا رأس، فكيف نسوي الرأس بالقدم؟ دوما ما كان هناك صراع بين العلم والجهل، فكل يقول للسارية: تعال نتحاكم إلى العدل. ألا أيها العدل فاحكم بعدلك، بعدلك جميع الملأ راضية. سدت البلاد قديما والآن ما زلت في ناحية، فبأسي شديد وعزمي حديد، فخلفت جل القرى خاوية. أنا العلم نور لمن نالني، وعز وفخر لطلابي. أقود الجميع إلى كل خير وأنت تقود إلى الهاوية. أتنسى السلاح وتنسى الحروب بأسباب، من أيها الداهية؟ تفخر أنك خير الجميع وأنت لهم علة خافية. خسيت
فإني لهم كل خير وهذه نتائج أقوالي فمني الطبيب ومني المهندس ومني المدرس من ناحية زمان الجهالة واللا وراه فليس لك اليوم من باقية فعصرك هدم وعصري بناء وبما الفخر يا أيها الطاغية. حكمت على الجهل للعلم فوزا وقد كان بالضربة الغاضية فبالعلم زار الرجال الفضاء وبالعلم زرع الغلوب الصحاح وتم النجاح والتضور بفضل العلوم هزمنا الشعاب وكان لنا النصر والعافية. بالدين يسمو المرء للعلياء وينال ما يرجو من النعماء الدين نور والضلالة ظلمة شتان بين النور والظلماء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما الحج؟ وغسل البيت الحرام للنسك. ما النسك؟ هي أعمال الحج كأركانه وواجباته. كم أركان الحج وما هي؟ أركانه خمسة. الأول الإحرام مع النية، الثاني الوقوف بعرفة، الثالث الطواف حول الكعبة سبعة، الرابع السعي بين الصفا والمروة سبعة، الخامس الحلق والتقصير. كم واجبات الحج وما هي؟ واجباته خمسة. الأول الإحرام من الميقات، الثاني رمي الجمال ثلاثة، الثالث المبيت بمستلفة، الرابع المبيت بمنى ليالي التشريق، الخامس طواف الوداع لمن أراد فراق مكة. كم محرمات الإحرام وما هي؟ محرماته عشرة. الأول لبس المخيط، الثاني تغذية الرأس لرجل والوجه للمرأة، الثالث تمشيط الشعر أو دهنه، الرابع حلق الشعر، الخامس قص الأطفال، السادس التضيب، السابع قتل السيد، الثامن النكاح، التاسع الجماع، العاشر المباشرة بالشهوة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير النبي أرسلا وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحده أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل يرويه عل ضابد عن مثله معتمد في ضبده ونقله والحسن المعروف ضرقا وقدت رجاله لك الصحيح اشتهرت وكل ما عن رتبة حسن قصر فهو الضعيف وهو أقسى من كسر وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابعين هو المقضوع والمسند متصل إسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن وما بسمع كل راوي يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبان الفتى كذاك قد حدثني قائما وبعد أن حدثني تبسم عسيس مروي اثنين أو ثقاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة وعن عنك عن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه رام لم يسم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأريد أن أوجه إليكم أبيات من منظومة أبي إسحاق. تفت فؤادك الأيام فتى وتنحد جسمك الساعات نحتا وتدعوك المنون دعاء صدق
ألا يا صاحي أنت أريد أنت أراك تحب عرسا ذات خضر أبت طلاق هل لك يا سبتا تنام الدهر ويحك في قضيض بها حتى إذا مت انتبهت فكم ذا أنت مخدوع وحتى متى لا تراوي عنها وحتى أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك لو عقلت إلى علم تكون به إماما مضاعا إن نهيت وإن أمرت ويجلو ما بعينك من غشاها ويهديك الطريق إذا ضللت وتحمل منه في ناديك تاجا ويكسوك الجمال إذا أريت ينالك نفعه ما دمت حيا ويبغى ذكره لك إن ذهبت هو العضب المهند ليس ينبو تصيب به مقاتل من أردت وكنز لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنت يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت فلو غذقت من حلواه ضاما لآثرت التألم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مضاع ولا دنيا بصغر فيها فتنت ولا ألهاك عنه أنيق روض ولا خوض بزينتها كلفت فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن ضعمت ولا شربت فواذبه وخذ بالجد فيه فإن أعطاك الله انتفعت لئن رفع الغني لواء مال لأنت لواء علمك قد رفعت لئن جلس القاني على الحشايا لأنت على الكواكب قد جلست وإن ركب الجياد مسومات لأنت مناه جدت وركبت ومهما افتض أبكار القواني فكم بكر من الحكم افتضت وليس يضرك الاختار شيئا إذا ما أنت ربك قد عرفت فماذا عنده لك من جميل إذا بفناء ضاعته أنحت فقابل بالقبول لنصح قولي فإن أردت عنه فقد خسرت ورحمة الله وبركاته. والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يصحح القرآن آثم لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة وهو إعضاء الحروف حقها من كل صفة ومستحقها ورد كل واحد لأصله واللفظ في نظيره كمثله مكملا من غير ما تكلف باللطف في النطق بلا تعسف وليس بينه وبين تركه إلا ريادة امرئ بفكه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد أيها الناس حديثي معكم اليوم عن فضل تلاوة القرآن العظيم. أيها الناس إن هذا القرآن الذي بين أيدينا نتلوه ونسمعه ونحفظه هو كلام ربنا سبحانه وتعالى تكلم به حقيقة على الوصف الذي يليق بجلاله وعظمته ووصفه سبحانه وتعالى بأوصاف عظيمة لنعظمه في نفوسنا وتحترمه قلوبنا فوصفه سبحانه وتعالى بأنه موعظة وشفاء وهدى. قال الله سبحانه وتعالى
يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فوصفه بأنه روح تحيا به القلوب، وأنه هدى الله يهدي به من يشاء. قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. قال الله سبحانه وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ووصفه بأنه يهدي للطريق المستقيم. فقال سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ووصفه بأنه كريم، أي كثير الخير، غزير العلم، فكل خير وعلم إنما يستفاد منه. قال الله سبحانه وتعالى: وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. وأخبر سبحانه وتعالى أن هذا القرآن لكمال تأثيره في القلوب والنفوس لو أنزله على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله. قال الله سبحانه وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وفي صحيح البخاري من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتعتع وهو عليه شاق له أجران، والأجران أحدهما على التلاوة، والثاني على مشقتها على القارئ. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، لا ريح لها وطعمها حل. وفي صحيح مسلم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وفي صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل، خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا القرآن، فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. وفي الصحيحين أيضا من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي. تلك أيها الناس تلك بعض فضائل القرآن، وقد رتب الله الأجر العظيم والثواب الجزيل لمن تعلم القرآن وعلمه وجعلهم خير هذه الأمة. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وفي صحيح مسلم من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القرآن حجة لك أو عليك. أيها الناس علينا أن نجعل القرآن حجة لنا لا علينا، وذلك بتلاوته حق تلاوته والعمل به، وذلك بتصديق أخباره واتباع أحكامه فعلا للمأمورات وتركا للمنهيات. ومن كان هذا حاله فإن القرآن يكرمه حين يشق عنه قبره يوم القيامة بإذن الله. ففي مسند أحمد بسند حسن من حديث بريدة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب، فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أغمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك، إن كان تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة. ويعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والده حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا، فيقولان: بما كسينا هذه؟ فيقال: بأخذ ولدكم القرآن. ثم يقال له: اقرأ واسعد في درجة الجنة وغرفها. فهو سعود ما دام يقرأ هزًا أو ترتيلا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم آل الله وخاصته. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه، ويعمل بمحكمه، ويؤمن بمتشابهه، ويتلوه حق تلاوته. اللهم اجعله شفيعا لنا وحجة لنا لا علينا. اللهم اجعلنا ممن قاده القرآن. الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أن إله سبحانه وتعالى ينو ما هذننا نعمه فلا بد أن نقول نعمه. سيدي دكتي غوري بوكو ما هنغا إن شاء الله دكتن صراحة دري كالدون أيان إن شاء الله تعالى دمان تسوقو دهانوكو ما هنغا يا أن كل كلمة هانو رندونو إن عندنا يوم تشعلي لكن هو حنون دونا بل إن إنه بل كلمة كسابسنا أقانتا إن إنه سنرانه إياه دردارن لب دردارن أو منا كسابسنا هي أرديه منا كسابسنا هي والدينت إن إن شاء الله تعالى هذا هو هرت أولا نحنود عينا أرضي دي صوبن دكتي بديكنا نواركيني أيه ده ولي بعاني حتى ربع أما أفرمراد مال dadkii loogu tala galay aanay hadlin li dayiq waqti yani waqtiga aanu u cirin noqday daraadid aan laakiin waxaan u mahadnaqayna in leenahay ilaah subhanahu wa ta'ala haw barakeeyo kuwi soo bandhigay aqoontooda iyo kuwi aan soo bandhiginba ilaah subhanahu wa ta'ala in leenahay ha noqdan kuwi diintooda iyo dadkooda iyo dalkooda anfaca ilaah subhanahu wa ta'ala inu ka yeelo saasay nagu duceyna insha allah ta'ala way noognahay walaalayaal aqoontu iyo jaarigu halkay kala taagan yihiin waxaana ugu filan qofii luqad carabiga yani wax ka fahmayay bandhigii halkan ardaydu inagu soo bandhigayeen kamaasilada ay kala taagan yihiin saadaradna marto aqoona shayga ugu hore waa quraanka ilaahay weey aqoona hadaan qofku quraanka ilaahay garanaynin aqoontiisa kale walow cilmiga shariicada ba ha ahaate waxba ka dhiman marka waxaan leenahay yani quraanka in lagu dadaalo waxaana ugu filan ba xadiidka nabiga sallallahu alayhi wasallam
والنبي يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه وهايدين كو خير بدن قفك قرآن كبرتا دات كان سيبرا هل قاو قلتو يعني قرآن كمر كوري انت بريد آل وحبرين آل وبرتاي كوريس ووايدها وهايد إنما العلم بالتعلم أقونت يعني وبرشو إلا برتو قدت كعارفين تايقران يعني لغا برتو إن لغا قاتو سيادة لديد قرآن كيز الله سبحانه وتعالى مركو كان لا يأقونت إن عدة دبت سيدة دبت إله وقبغتا أي تايتتك علم ذا بله سبحانه وتعالى وشك إنما يخشى الله من عباده العلماء إله سبحانه وتعالى يعني وحى إلهي دبهان كبغة سيدة دبت وقبغة كو مركا علم ذا أقونت له إنما باقى شيء يقول علم ذا بلاغوة يعني وادوات الحسر أي كمت يعني وحى كي إلهي يعني دبهان وقبغة إنه كو مركا أن علم قاله إلهي قرانية سيادة رادد إله سبحانه وتعالى وحدان يديس إله سبحانه وصيحة سيقى مرغاتك عي وهو كل سيء الله بعضه مرغاتك عي ملائكة عدة صدحي سي ملائكة صدحي سي وددك أهل العلم قامرك شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم سيادة لا دمارت إن بدن قرآنك يا أقونت سيديك ليهين يانوان وذكرانين مركعين يعني كود دهالو أين تذكنا كود دهالو أيين لقودبان دمانو حان سلام يا مرت شرف تالكن سوتيمي مداحد الدولة علماء الدين تا أضياشا سلادين تا دمانتين قيباك لدوين يبلشد واحد كو سلام يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلي سيدا ولالك شيغان وحان كميدا ها أرديدي مدرسة دان كتخرجتي هادا كهر مدرسة دان هرتصاد وغراني سامبا دي واح ليدي كور رمي ماها وقتي لفوري إلا ما انتا مرهاي سو سارتي مغالا دان اوك يو ديغانا دا كوهر ري سامبا ايو سو سارتي ماها مدلغو سو كو بكرا يو افصومالي قيمها اي معلمين تاني نغوليهين هادانو نهاي أرديدي يو ديغمد اوك نمان تودبا ماها mid lagu soo koobi karayo af Soomaali aan kullay waqtiguna uu gaaban yahay waxyaalo yar baan ka taataamanayaa insha Allah ta'ala aan kullay macallimiintani isay la sheegay madrasada waxa la furay 2008 dii aan madrasadani ma ahayno kaliya mid lagu soo saaro arday quraan oo kaliya ta laakiin macallimiintani waxay ku dadaaleen dhamaan janibal bulshada noocyada kala duwan sidii ay daacwada iyo diinta u gaarsiin lahaayeen haday noqoto hooyooyinka haday noqoto odayaasha dhamaantood waxay isu taageen in ay daacwada dhamaanteed ay gobolka ama degmada Oogba ay tuurta saartaan waqtiyadooda dhon waqtiyadooda oo dhan waxay ku bixin jiraan si ay marka dadka diinta u gaarsiiyaan oo de ay daacwada iyo marka horumarka bulshada ay uga qayb qaataan waxyaalihii kullay aniga aad ka soo jiitay aan soo gaaray waxa kamid aha xataa marka waqti loo waayo hooyooyinka iyo waalidinta in jimca iyo khamiista loo oran jiray kaalay oo ardaydu bilaash aydu ku dhigtay macallimiinta si salaadina loo saxo anigu waxaan ka mid ahaa ardaydii kale ee madrasada lagu furay 2008 dii meelahaas insha Allah madrasada koor waxaan dhigan jiray anigu madrasad ka mid ah madaristi magaalada ku yaalay dhowr sanadood baan dhigan jiray runtii hal jis ma dhamaynin intaas ilaa sanaan dhiganayay iska daaye laba eray oo carabiya isku ma dari kari jirin aayad waa laysoo mari jiray waan xifti jiray bas hadana alxamdulillaah rabbil caalamiin madrasada markii aan galay muddo yar oo kooban baan quraanka ku dhameeyay alxamdulillaah ilaahay loogu mahadnaqo weeye macallimiinta aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa ya allah subhanahu wa ta'ala mar labaad waxaan mahadinayaa cid kasta oo ka soo qayb gashay xafladan quruxda badan leh runtii xaflada badan ayaa la qabtaa oo magacyo fara badan leh laakiin xafladanu waa ay ka duwan tahay runtii waa xaflad diimeed waxay kaga duwan tahay waa xaflad qur-aanka kariimka amba shareecada islaamka kor loogu qaadayo si gaarana waxaan ugu ducaynaynaa cid kasta oo soo qabanqaabisay iyo cid kasta oo ka soo qayb gashay waxaan leenahay jazaakumullaahu khayran inta ka bacdi runtii waxa muuqata wax weyn ayaa muuqda alxamdulillaahi rabbil caalamiin baan leenahay magaalo kasta ama ummad kasta waxaa laga eegaa jiilka soo koraya ayaa laga eegaa runtii marka
اوغ وحد مودا اما اي امو غطا ان وقت يدا صو صعدا اسكدا دقموين انا يقوى لكوهر ماري دونتو سيدا مو غطا رونتي ايما بدنوية الوحل السويجي ما دوحا وقوان اكسن دين كيلاهي او شهادو يلو قادر مركا ارتيدا وحان لايه همباليو 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 وان لايه كون تير همباليو ان ويد دالين والدين تودن والد دالين معلمين تونا كنتي جهدي بدن باي كبحيان een degmada oog awl hor waxaan saawad degma yar oo kooban laakiin maanta waxaan muuqataa de dhig wuxuu buhooday wiil maanta magaalo weyn baa muuqataa waayo population kan arkaa ardayda ka soo baxday cududeeda 1414 iyo waliba dheeraad een marka waxaan leeyahay reer oog kulligiin hanbaliyo adna soo noqday baan ilaaha maanta ila kulmiye baan u mahadnaqay مالين تلواد يدو بغل يكونتون محايا يتي حفلات دان فردو واي غنين شبسي إله إلكم ميانا وو مهان نغايا انتا سوا شيخ حسن إلهي وحانو قبر يا شيخ حسن إنو ميسان كحسنات دو قليو آخر يادون باو الليبانو باي الله قبر يا هدي اي سيس عطو حفلات دانو oo ina madan maanta jooga iyo hablaba ka dhaxo waa la sii wado bal marka waqtigan waqtigii la mid ahaa la gaaro ka waran halka inu marayn taas waa halka wufudani soo timi sool iyo togdheer iyo saraar iyo dhulal kale isaga timina aad iyo aad baan idiin soo dhoweynaya madax hada gobolada sarkaalka ciidamada ee maxay tahay taliyaha ay halka ii fadhiya maxay ahay toy odayaasha ka yimi sool aad iyo aad baan idin soo dhoweynay ilaahay ha sharaf saddex inama yahow saddex farxadood baad caawa la kulanteen waa saddex farxadood ama afarba waalidka halka fadhiya idinku soo tabcay idin soo koriyay ee halka idin soo gaarsiiyay ee maanta idin fadhiya idinkoo qalin jabiyey waa farxad macallimiinta waxay idiin dhigasay oo idaan ka abaal ka dhicina aad xaafideen wixii ay idiin sheegeen oo maanta aad khudbadaha ku jeediseenna waa farxad laba wufuudda idinka timi maxay tahay gobollada ee madaxda ee maanta intaas soo soo socotay kilomitir soo socotay oo shidaal ka soo baxo intaas oo dhibaata idin soo gaadhay na waa idin farxad gaara dadaalka aad dadaasheen sii dadaal sanadka sanadkiisa insha allaahu meel kale aad gaadhi doontaa idinkana waa intaa waalidkana waxa weeyaan maydaan khasaaroobina ilaahay haydinka abaalmariyo oog waa nin badan soo joogay iyadoo bannaan ah oo aan wax dhaqaaqaa joogin gobkaa maahaane bal halkaa xagaafkaa istaagay xagaafkaa oo ku tiiraanyooday inaan magaalo ka dhiso meesha ilaahay waa isan siiyey buu hodlay markaa ahay buu hodlaan tegay laysa maa ka soo goostay laysa kii baan keenay ilaahay caafimaad na ha siiyo jannaan ha siiyo cabdisalaam oo jooga aanu isku saaxiib nahado isku daad nahado aanu wada noolahay baan u keeno waxay halkaa makhaad ka dhig maalintaas bannaankaas eed maantana heerka ileeda waa arkisa ilaahay baan taana ugu mahadnaqaya qaybi waxay ka shaqaysaa in albaabada khayrka ay dadka u furto meeshii shar ka soo furan yahayna ay dadka ka awdo oo wuxuu leeyahay nabigu sallallahu calayhi wasallam waa miftaaxiyo khayr waa qafilo shar waa qayb qaybtaas waa daalan dhalinyaradii aamusaadeen allah idin barakeyn
qaybta kale wuxuu ku sheegay nabiga sallallahu alayhi wasallam waa furayaal shar waana dafilo khayr waa isku idaarsan yihiin oo macnaheedu yahay u fiirsada walaal dadka qaar waxay ka shaqeeyaan khayrkay ka shaqeeyaan kulli waa la shaqeynaya qof aan hawlaynayn oo dhibaataysnayn oo halgamaynin oo hamiyaynin adduunkan ma joogo innagana iguma jiro الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد إن هرت مركور إله أيام هذا سكله سبحانه وتعالى إن أبو ري إسلامنا نقدقي ولما ما تقول قولوا جيه سكم إذا نسوه كان كياني أنا إن شاء الله سبح كلمدود أيان ماركتي أيان كقائب غاضن إياه مد وحن لي معلي حسن iyey dadaalkiisa ilaahay khayr ha waafajiyo in qofka bilaa aadanka ay inuu iska dhinto maaha waa in uu markuu dhinto adduunyada wax lagu xusuusto kaga tago marka waxaan leenahay dee ajarka iyo waxaad heli doonta aakhiro midna waxaan leeyahay ardayda dadaalka halka ka sii wada waayo qofku markuu wax bartay dadaalo hadhowto adduunyada iyo aakhiray saxbay taraysaa masal baan siinaya qur-aanka qofka barta inanka hadda inamada xifdiyey baritaannimadu waliba malcaamad buu qabsanayaa markuu shan sano qur-aanka ku barto isagoo labiyo toban jira ayuu malcaamad qabsanayaa lacag buu shaqaysanayaa yacni waxaan halkaa ka wadaa dadku inta badan waxay lagula ordaa iskuulka oo la moodaa in iskuulkan wax laga helo war barashada qur-aanka ka dhow qofka uu markiina ku shaqaysanayaa waxaan kaloo leeyahay inamada markay mare waan farxay mare waan ooyey mar waa farxayo sida ay qur-aanka u akhriyeen iyo sida wax loo baray iyo waxa lagu shubay iyo waxay barteen jirkayga waa farxo waa farxay mare waan ooyey waxaan la ooyey kuwii kuwa la mid ahaa ee ciilaf weyn ee lota ahaa waxay ku sugan yihiin maanta markaan xusuustayna wallaahi waan ooyey ohinbaa farxaddii ohin baa iga dambaysay cuqaasha macalimiinta iyo ardayda macnaha sida quruuxa badanna u soo fadhida iyo waalidka daba fadhiya ee maanta farxadda iyo damaashaadka ku jira maadaama ubadkiisii halkan uu wax ka baranayo waxaana garan karaa qofka maanta ubadkiisii halkan uu joogo wathani anigu waxaanahay macalin ka howlgala deegaanka wadaama gobol iyo macalin qur-aana saameyn gaara bay igu yeelatay macnaha ardaydan quruuxda badan iyo macalimintan soo dadaashay waana wax waxa weeye iigu filan farxad anigu aan dareemayo ilaahay subxaanahu wa tacaala markasta diintiisa wuxuu soo diraa cid kor u qaada maanta waxa socotaa oo malcaamadihii daba socda waxyaaba iskuule loo yaqaano laakiin waxa fiican oo maanta halkan iiga muuqata oo lale aada u qaaliya oo lagu qaaday macnaha iskuulka baarakallahu fiikum biliktisaar in yar baan saxayaa marka hore xilka la igu sheegay ma yihi waxaan ahay guddoomiye ku-xigeenka waxbarashada ee gobolka intaa yar waxa weeye waa sixid halkan waxaan uga mahadnaqayaa ilaahay mahadnaqa labaadna waxaan u mahadnaqayaa macalin xasan iyo macalimiintiisa kale ee soo saaray wanaaggan aynu isugu nimi ubadkan quruxda leh ee dhammeeyey qur-aankii kariimka ahaa iyo kutubtii kale culunta diiniga ahaydba ilaahay xasanaadkiisa fi aakhiraba haydan siiyo waxaan kaloo u mahadnaqayaa waalidiinta ubadkan ku soo tacabtay quudintooda labiskooda waxbarashadooda
duruufaha kala duwana u soo martay ay ato doona awood baanay wayn idina waxaan leeyahay waalidintana ilaahay khayr iyo xasanad ifi aakhirabaad in siyo waxaan kala u mahadnaqayaa waxa way ardadan sharafta leh kuwa waxa way munaasabada loo qabanaya quraanka dhameeyay kuwa kutubta kale dhameeyay iyo dhamaan ardayda madrasada al-furqaan ka tirsan ba aan jasaaka allah khayr baan leeyahay ilaahay ha idin barakeeyo waalidkiina iyo macallimiintiina ilaahay ha barakeeyo aan in yaroo dardaana baan leeyahay waalidka iyo ardaydaba waalidka waxaan leeyahay dadaalka aad ku jirtaan ilaahay ha idin la qabtee ha ka daalina oo daba jooga ubadkiinna oo ka warhaya oo waxbarashadooda iyo akhlaaqdoodaba ku dadaala weliba waxa weeye xoogah alla saaro macallimiin iyo waalidiinba isku xidhkiinna xagga akhlaaqda iyo tarbiyadda ardayda cali maxamed cabdilaahi cali shire oo markaa waalidka afkooda inagula hadli doonaa oo ina odhan doona kelmado kooban oo waano iyo waciid ba leh bismillaahi raxmaan raxiim guddoomiyaha gobolka iyo saraakiisha ciidamada iyo dhammaan marti salafta kale ee xafladdan ka soo qayb gashay gobolka sool iyo wadamaguu caynaba iyo dhammaan mas-uuliyiinta heer degaan iyo heer gobolba ee halkan fadhida waalidiinta iyo macallimiinta waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanka bacdi waxaan ku hadlayaa afkii waalidiinta ardayda ka qalin jabisay ilaa maantii la bilaabay ad madrasadan ilaa iyo maanta oo aan ka mid ahaa waalidiintii ardayda u dhiibatay ee ku darsatay ardaydoodii ay imika jaamacada ku jiraan ay hargeysa ku jiraan dadku imikan dadka halkan fadhiya waxay isweydiinayaan ardayda halkan fadhida waa ardayda yaryar oo socda leeg sideed baa macalin ka dhawaatiyey sideed jiil baa ka baxay sideedaa jiil dafacdii saddexaad baa ardaydu ka mid ahayd anigoo ku hadlaya dhammaan dadkaa dadkii dhalay waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa dadka wufuudda ah ee hareeraha ka yimi gobollada ee soo ajiibay waqtigii qaaliga ku bixiyey inay ka soo qayb gaan xafladda ardayda qalinjabinta munaasabadda qaaliga aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa waxaan ku salaamayaa salaamta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan ku soo gaabinayaa waqtiga oo yar daraadii anigu waxaan ku hadlayaa laba dhinac iminka amase saddex dhinacba xagga waxbarashada anigu waxaan ahaa macallinkii ugu horreeyey ee isyidhi u yeedhi ardayda heer og 2009kii carabi u yeedhi oo anigoo macallin ah iskuulka xirane aan ka waayay hal arday qurah oo saan wuxuu yeedhiya waxay u soo baxay hal arday qurah oo la yidhaahdo ina xasar aadan la yidhaaho oo la garanayaa dhaktarka magaalada dhalay ardayaa qura baa carabigii yeedhin karayay oo dusha ka qoray waxaan kaloo aan ardayda markuu macallinkaasi u yimi markiiba soo baxay waxaa tuujin jireed taraawiixda hal macallin qurah oo la yaqaano oo la yidhaahdo ibraahim aadan caabi oo oogoo dhammi way yaqaaneen qof qur-aanka xibsan ninkaa qura joogay 2010kii waxaa soo baxay inay ku tartamaan ardaydii oo dhammi inay ku tartamaan masaajidadii inay qur-aanka aada tujinaya 30 jisba ama 15 jisba ay soo baxday qiimaha intaa la eg waalidkii ku tabcay ardayda iyo macallimiintii iyo dhammaan cuqaashii cali xirsi uu hormuud ka ahaayo raggii qaasaasay uu ka mid ahaa waxaan ugu mahadnaqayaa dadaalka wanaagsan ay qabteen anigu waxaan soo dhaweynayaa maadaama aan ka mid ahay culimada gobolka Saraar wufuudda inooga timid gobollada deriska ah ee ay ka mid yihiin culimaawdiinta salaadiinta iyo cuqaashu ay ka mid yihiin ee gobollada deriska inala togdheer iyo markaa sool inooga yimaan soo dhaweynayaa waxaan leeyahay soo dhowaada baarakallaahu fiikum ajiibada aad na soo ajiibteen aad xafladdan khayriga nagu soo ajiibteen waxaan la soo dhaweynayaa sidaasoo kale idinaydin soo dhaweynaya madaxda gobolka ee noo joogta ee uu ka mid yahay guddoomiyaha gobolka Saraar
iyo madaxda ciidamada kuwa qaranka iyo kuwa amniga ba ino fadhiya dhamaantiin way idin salaamayaa. Xafladani waxa weeyaan waa xaflad khayr weeye, xafladaha maanta caalamka lagu haya, laakiin xafladeenna waxay kaga duwan tahay. Waa xaflad diimeed weeye, waa xafladii dhaqankeenna weeye. Innagu waxaanu lahay dad muslimiin ah, waxaynu leenahay master baynu leenahay. Masterka aynu leenahay waa kitaabkeenna Qur'aanka Kariimka ah iyo sunnada Nebiga calayhi salaatu wasalaam, kaasaynu innagu kor ugu kacaynaa oo aynu markaa kor aynu ku noqonaynaa. Labadaasaa ummadaha caalamka jooga iyo caalamkao dhan ama kor loogu kacaa ama hoos loogu dhacaa. Waxaan Rabbi tabaaraka wa tacaala ka rajaynaynaa inaynu noqonno ummaddii qabsata kitaabkooda Qur'aanka Kariimka iyo axaadiistooda, inaynu noqonno, aynu kor ugu qaadanno. Aad baan u salaamayaa macallimiinta midhahan soo saatay, Sheekh Xasan iyo macallimiintiisa. Waan idin ducaynayaa. Waxaan leeyahay baaraka allah fiikum wajasakum allahu khayra jasaa. Ilaahay subxaanahu wa tacaala ha barakeeyo sheekha adduunya aakhiraba. Ilaahay dabigiisa ha dhaafo. Ilaahay subxaanahu wa tacaala wax wanaagsan buu qabtay. Waa u ducaynaynaa sheekha iyo ardayda iyo reer ogba iyo waalidiinta iyo cid allaale iyo ciddii ka qayb qaadatay kitaabka Ilaahay sarowqaadkiisa. Waxaan ku darayaa anigu maadi waa soo maray, macalin quraana waa noqday, macalin iskuulla waa noqday, dadkeenna waxaa ka dhaadhacsan qofka aan maadi baran inaan waxba cunayno bariis ba helaynin. Sidaa daraaddeed waalidki waxa ay yidhaahdaan ardayga, waa macalinoo markaad qur-aanka u dhigta soo daa iskuul buu tegayaaye. Horta waxaan idiin sheegayaa, nin diin bartada bilaa camali ma jiro. Waalidow, qof diin bartay oo bilaa camali ma jiro, laakiin nin maadi bartay oo bilaa camali waa jira. Labadaba anigu waa soo bartay ilaa sekondari, ilaa jaamacad baan ka gaaray. Waxa weeyaan mid maadi bartay oo bilaa camala waa la helayaa, laakiin qof diin bartay oo bilaa camali ma jiro. Markuu liito hadii le waa markuu maadi yahay masaajid maadiga uu ka yahay, haddaanu maamule ahayn, haddaanu jaamacad haysan, haddaanu maxad haysan, haddaanu iskuul haysan, haddaanu waa imaam ama waa muaddin ama ya. Marka walaal, diinta ha la aamino oo ha la ogaado qofku hadduu diinta uun barto inuu yahay qofka dadka ugu wanaagsan. Taas waa taas. Reerog, hadda waxaa mar waxaabay igu soo dhacday oog, dee sidan ay wax u soo bandhigeen iyo dhalinyaradan iyo waxbarashadan iyo aqoontan, dee gobolada waaweynaha iyo barcaha iyo baabaad mooddaa inay kama horreeyaan oo kuwa barco markay xafladaha noogu yeedhaan, dee sidan ba waxma soo bandhigaan. Marka waxaabay igu soo dhacday waa meeshii barco ma ka soo guurtaayo, reerkaba oog ma keentaa iya. Taasaabay igu soo dhacday. Reer oogow, nicma haysataane allaha idiin siyaadiye. Nicmada waxa weeyaan maaragtay, waxaan idin kula dardaarmayaa ubadka, waxaan kula dardaarmayaa waxa aad barateen cilmigu. Haddii aan qasiidadii Abi Isxaaq halkan inanku ka akhriyaya waxaa ku jirtay, cilmigu cilmi maaha haddii aan dee lagu camal falaynin. Inaan cid kalama hadlina iyagu hadlaan bay ahayd. Aad baan idinku xafladeyna, aad baan idinku ilaahayna waxaan idinka baryaynaa diinta ay yaraanta ku bilowdeen, inuu ilaahay ilaa heerkiina dhimashada uu idinku gaadhsiiyo, inaad noqotaan kuwo wax dalka wax ka bedela, bay-adda aad joogtaan kuwo wax ka bedela. Tacabkiina tacab baa laydin geliye, inaydaan tacab kaa khasaarayn, dalkuna tacab buu idinku leeyahay, ciddii idinku soo tacabtay oo dhanna tacab bay idinku leedahay. Dhalinyarada waxaan leeyahay dadaala, kuwa kale ee aan waxba baran inagu tusaale u noqdo. Dhalinyaro yarar baa tihiin, laakiin waxba qaba karaysaan. Haddaa inagu tiina haysataan oo cibaadada wadaan oo tacliinta wadaan, cid badan baa soo jiidan doontaa. Ilmada intaasaa kaga baxaya, aad baan ugu tahriidina ilaahayna khayra siiyo culimadii ku soo tacabtayna. Ilaahay khayr siiba, waa siiba, laakiin waxaan ilaahay usii kordhi, ilaahay usii kordhi, ilaahay usii kordhi baan leedahay. Meelaha la sheegay ee uu dee khayrku wax dee waa warshad, waa ragga warshad, waa warshad bay dad bay soo saareen, dad bay noo soo saareen. Wax lagu tabcana dad baa ugu wanaagsan baa leh, weliba diin baa ugu sii wanaagsan. Macallimiintana yaraintaasaa kaga baxaya,
kuwi ilaahay uu gacantooda geliyay ee ku soo sharfay cali uu caaw hadal aqalkuu nagala fadhiyana ilaahay baan mahadnaq iyo weydiinaa ilaahay weyn ka aqbalay wixii wixii aan wadeen ilaahay khayrad ka siiyay dhigar waxaan leenahay tan ee magaalada iyo barnaamijkeedii aniga ee magaalada intaan waa joogayo waxaan islahaa oog iyo ciilaf way waa habro wadaag xisaabta inta loo dhukumaan ugeyba boqol iyo dhowr iyo afartan qof meel ka soo bixi karto wallahi baan xisaabta ku haysa kolley anigoo ku hadlaya magac mas-uuliyiinta qaranka somalilan ilaa heerka taliyaha ciidamada qaranka somalilan madarisada waxaa ka dhiman waan ka qayb qaadanaynaa marka hore ilaahay baa mahad leh waxa weeye waxaan salaamayaa xafladda saaka waxaan salaamayaa xafladdan qaaliga ah ee ka qabsoontay degmada oog masaajid ka mid ah waxa weeye xafladaha la yimaado xafladu waa kala khayr badan yihiin waa xaflad khayr badan leh waayo diintii ilaahay oo loo waxa weeye ka qalin jabinaya ayayn munaasibadan u nimi marka hore waxaan salaamayaa marti sharafta ka kala timi gobolka sool bara saabka gobolka salaadiinta iyo cuqaasha iyaguna ka yimi iyo wadaadada ka yimi gobolka togdheer madaxda ciidanka qaranka inala fadhida bara saabka gobolka dhammaan wixii xafladdan ka soo qayb galay haweenka odayaasha cuqaasha waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan ka bacdi waxa weeye xaflad qaaliya sida runtii oo farxad weyn leh waxa weeye cid kasta oo shaqaysa wax laga shaqeeyo waxa u wanaagsan diinta sida runtii waxaan uga markhaati kacayaa oo aan u mahad celinayaa culimmadan xafladda soo qabanqaabisay ee uu sheekh xasan hogaaminayo cali iyo sheekha xasan waxa weeye waxay soo bandhigeen jiil iyo weji wanaagsan oo maanta degmada oo ka dhex muuqda waxaan uga markhaati kacaynaa intaa qof ee boqol iyo intaas ah ee qur-aanka ka wada qalin jabiyey waxa weeye waa raggaa wada jooga ee malcaamadaha dhigaya ee waxa weeye qaar hargeysa ka yimi ee qaar halkan ku haysta sida runtii maalintii uu sheekh xasan magaalada yimi malcaamado badan baa ka furay anigu waan joogay waxa weeye waxaan garanayaa masaajidku ka hadla sheekhu cali xirsi iyo odaga aabaha iyobaa meel ku wada hadlaya casar bay ahayd waxay lahaayeen waa sheekhani waa sheekh wanaagsane magaalada aan u qabanno waan garanayaa inaan ka qalin jabiyo qur-aan oo isaga ka horreeyey malcaamadiisaana oo kama soo bixin waxa weeye qofka bini aadankaahi waxa weeye qiimaha uu leeyahay in la sheego weeye sheekh xasan qiimo weyn buu magaalada ku leeyahay iyo culimmada wax la dhigtaaba diintii ilaahayna kor bay u qaadeen dadka reerow sheekh xasan haddeer malcaamad uu dhigaa malcaamadda uu dhigo sidii reerow berigii hore ay u gacan qabteen waxyaabo badan baa ka dhiman waxaad moodaa halkaa reerog waxaan leeyahay sheekhu malcaamadda uu dhigo wax badan baa ka dhiman in la kordhiyay u baahan tahay taasina taladeeda ayay leedahay rasuulullahi sala allahu calayhi wasalam amaa bacdu saraakiisha ka socotaa ciidanka qaranka iyo kuwa booliiska oday dhaqameedyada salaadiinta caaqilada odayada kale waxgaradka dhallinyarada waxbaratay ee qur-aanka waxbaratay ayaa halkan xafladda lagu qabanayo macalimiinta ku soo tabacday ee awoodda saartay haweenweynaha iyaguna waxbarashada dhinac kaga jira dhammaanba waan idin salaamaya anigoo leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xafladdan qiimaha badan leh ee maanta ka soo qayb galay runtii farxad weyn bay tahay maanta inaan idin kala soo qayb galo sababtoo ah weli maan ku arag intii aan gobolka joogay intaa in leeg oo mar keliya qalin jabisa oo cilmigaas oo kale la baray maanta ayay koowi tahay waxaan u hambalyeynayaa caruurta wax la baray waanan u ducaynayaa waxaan leeyahay ilaahay kuwii idinku anfaca oo dalkiina anfaca oo dadkooda anfaca ilaahay ha idinka dhigo macalimiinta waxbartay ee ku soo tabacday ee sheekh xasan hogaaminayo iyo inta la socotaba iyagana waxaan leeyahay
أشر يا حسنات إلى هاي هيدن كسيو وحكروا أن مهد علنا يا يجنا عد كسا أو مدرسة دا تاجر تي أو عنك جيستي أنت أسوأ حويا حق مدرسة دا وحن أنت راعينا يا أو كلا ونوقف هيدي سنة يا حفلة دا لنا عنا بتقولي دا وعقل دي سلاطين تي يسراكيشي قوري سبا أي وحكة ثابتين سيفي عنا رنتو واحد لين وحن يدو كودي رجالين يا ويدو كوبر برتاغنا هاي او ان يدو كو وعي قلين يا ان اينو نبتقلية دو حوچينو او اينو قرغينا كبلاونو او اينو مقاردين كو حكسينو او مساجدين كو حكسينو او قبلا دا شاركين او قدبينو او اينو نبتقلية دو او دا سارنو ايان اد يدو كو وعي قلين يا ماند رنتي وينو رسعونا واح عالم كاكتشرا waxa gobolada jaarkeena ka jira iyo waxa dheexdeena ka jiraba daahi naga ma saaro oo waynu la soconaa waxa aad muhiim u ah dadawr ba jira horumar baade wadanku uu socdaa horumar baa la sameynaya taa la sameynayo waxyaabaha khayrka ah inaynu taageerno inuu xoojinana waa loo baahan yahay wixii nabadgelyada xumeynaya iyo wixii dib keenaya iyo wixii umada dhimanayana inaynu la dagaalano ayaa meesha ku jirta runtii ma aha inaan jecleysano oo waxyaabaha nabadgelyada xumeynaya iyo waxa taageerayaba waxa fiican inaynu dhinac ugu soo wada jeesano oo aynu u midaysnaano ayaa fiican haday mukhaadaraad tahay mukhaadaraad ku ku jira waxyaabaha nabadgelyada darada taageero ayuu ku jiraa runtii waxa weeyaan inaynu ka dhidhino waxyaabaha noocaas ah oo aan iska adkeyno oo aan iska ilaalino oo aan la dagaalano qofka wixii umada dhibaya inuu soo sheega la doonaya inuu isagu diida la doonaya inuu wixii ka awood weyn dawladda la kaashada la doonaya wada shaqeyn baa loo baahan yahay isku tiirsanaan baa loo baahan yahay wax wada qabsi baa loo baahan yahay dowladda waxa raasi shaadooyin yaaba loona kala doono ugu doosiyay ardaydii kala doonay inay ka qaybgelisay madaariskaasi alquraan jaamac boodaade warbaahinta qaranka somaliland anaba